ما اخويا ما كنعرفوش الجزائر شناهي انا كاع نهائيا. كذابش. الظروف اللي عايشين فيها دابا ما حنايا مع الجزائر هما اصلا حنا عقده اليوم من ايامات فاش دخل عليهم الحسن الثاني باقا عقده. هذيك ما تسرطاتش اليوم علاش دخلنا لهم حتى الوهران وهادي وكذا ما راه كان نستعمروا دين امهم تمايا. كيفاه؟ دخلنا لهم حتى الوهران وهادي وكذا ما راه كان نستعمروا دين امهم تمايا. صراحة تقال هذه هي الهضره اللي خصني نقول لك من الاخر ما كرهناش شي حرب اخرى تعاود تنوض. فين راح؟ كنظن ان صارت لك بزوج كبار تبالك. سمعت عينيك نبلعهم لك انا نجبدهم لك. حاقريننا وما فهمنا فيهم والو واش حاقرين الشعب المغربي كيتحقر اخويا ها حنا راه ما كنتحقروش وما غنتسرطوش اليوم هي مية هي مية. شوف اصلا الجزائريين كنقول لكم من هذا المنبر الا كنتو خوتنا وحنا خوتكم الحكومه ديالكم راه زيرو. Maroc et la guerre au Mali. Le Maroc a soutenu l'intervention française dès le début. Le Maroc a même autorisé le survol de son territoire par l'aviation française. Est-ce que six semaines après cette intervention, le Maroc soutient toujours l'intervention française? Je vais vous dire, Sa Majesté m'a chargé de lire un texte devant les chefs des États islamiques. Mm-hmm. C'était pas, et c'était pour saluer, entre autres, pour saluer l'action tranchée de la France. Et je dois le reconnaître, la France a eu le courage. Ça vous concerne aussi? Ça nous concerne d'abord. Ça nous concerne d'abord. Donc la réalité, c'est ça. Mais quand on parle de notre partie géographique, vous avez l'Algérie qui refuse que le Maroc intervienne. C'est son ordre qui passe d'abord et avant tout. C'est comme ça. Son ordre qui passe d'abord et avant tout, c'est comme ça. Et qu'a dit le Maghreb, le masalih dialo, ou l'adef dialo, bada, il se sera le Maghreb. Pour Hachidi qui m'a haouna, Allah y haouna nesu. Amin. Allah y riyab chasu. Amin. Allah y gillab kontasu. Amin. Inch'Allah y mourad dhanna dhal habbi rasu. Amin. Rabbi ya rabtu ala dhanaya wa zwaj. Amin. Ya Sidi, Inch'Allah y nourouh maqlouk alih. وهما كيحسدونا بعدا لحقاش حنا احسن منهم اصلا كيشوفوا عندنا جوج بحوره وكيشوفوا عندنا بزاف د الحوايج اللي لافونتاج اللي فايتينهم. يا خويا عندك حل في كره انت تكابل بها وانت ما فهمتكش. انت لو كان ما تنتكش من فمك مانيش عارف منين تنتك. عندك الزهر راك بعيد يا حل بومبيست كومبليكسيفا. هما كيبغيو يخلقوا لنا المشكل مع الاخوان الصحراويين ديالنا مع الصحراء ديالنا. السيستم هذا فيه إلا حقاش الهدف ديالهم هو انهم بعدا يدوزوا للمحيط الاطلسي باش يكون عندهم الصيد البحري حتى هما في ديك الجهه ويكون عندهم مرصات تما وهذيك كيضربوا غير على المصالح ديالهم. هذا قال العلوم السكولوجيا والاداب والتاريخ ولا سمعته. الجزائر من بكري اعداء ديالنا كما كنقولوا الانسان نكر الخير الجزائر ديما كنكروا الخير. زيش تعاودها والله العظيم علاش تمسخر ديما كنديروا معاهم الزيو كنكروا الخير ويبقاو ديما اعدائنا. اسمع سي بركات حشمنا ما حبيتش تحشم على روحك شهدنا ما حبيتش تحشم وتوزو ها خش نضرب جدك الشاب وانت راك تلبس ها اللي مشي يقلب اخوانك علي هنبري. المغرب ديما كيبغي الناس دول الخير وكيبغيها تزيد لقدام ولكن حنا ديما ضدنا وهما ما كيحملوناش. حنا النظام الجزائري هو اللي خلق لنا المشاكل يعني على الصعيد ديال المغرب العربي كله. شكون اللي معطل الحركه ديال سميتو المغرب العربي؟ المغرب العربي الحكام الجزائري. لو كان ما جيتش راجل كبير نقول كلمه قد راسك. نحن كاع ما دايرينهم في بالنا وما معبرينهمش كانهم ما موجودينش اصلا. باش نمشي للبحر ولا ايطاليا ولا جهات اخرى لان قمرت على رجوله الجزائر الجزائريين. الجزائريين نعرفهم رجال واصحاب مبدا. كيف نقولوا احنا بلغتنا رجال الناس تفهم انا الرجوليه قمرت عليهم نعرفهم رجال والله فكرت حتى فهم شكون قال لي راه انا البحر وايطاليا وكذا قلت له لا طاين نبيعوا الواحد ويشتروا بلفته.
ولكن باش تعرفهم قوم سوفاج مأدبينش. راكي تاكلي في روحك هكذا وتصوتي شبيك راني عندك في الدار انا. حتى هما ما وصلوش داكشي حنا وصلنا ليه. وصلتوا للزيرو. ها اللي صلتوا ليه انتم. خداعين. حنا مغرب هما جزائر. واش عمرك شي حاكم مشلول غادي يدير ما ديرو حاكم حنايا كيضل كيخرج عندك في الشارع وكيهضر معك ويدير لك موفر لك؟ أكيد. قالكم سيدي الله يرحم سيدي قالكم سيدي الله يرحم سيدي ولات وعمال وقياد لصلحكم يرضى عليكم قالكم سيدي الله يرحم سيدي تلقاو الخير قالكم سيدي أما بالنسبة للشعب المغربي المدفوع المغلوب على أمره بدون شك سترتفع في المستقبل وسيخرج من صفوف هذه القوات المسلحة في المستقبل في سنة في ربع سنوات في خمس سنوات في عشر سنوات رجال أحرار يحررون المغرب بالشعب المغربي من العبودية ومن الاستغلال ومن السيطرة البشعة ولا يمكن أبدا أن نفتخر بديمقراطية البوسعة اليد والبوسعة الجلبة لأننا شعب حر لأننا أسياد وهذه ديمقراطيتنا هما دابا كينكهضروا المغرب أهادي أهادي شو بعدا بدو داك الحاكم عندهم دير كرسي وقال لك باغي يحكم بلاد رفعي صوتك راه قدامك رجالة ما عندكش اب انت ما رباوكش والديك ما تعرفيش بلي واحد تهضري معاه مليح انا في مقصب بويك انايا هضري معايا بالعقل جاب لي الخير انا اللي عندك انا الله يسهل عليك يا وليدي قولها تهضر مع الناس بالظرافه والملاحه واش قريتي انت ولا ما قريتيش خاطر انا والله العظيم نحكمك هذاك الشر لهوذك لهوذك فيه ونقليك كيما البوراك هذايا هادي قارن المغرب فين وفي المغرب باش يهضروا على المغرب بزاف عليهم خاصهم تيشلفوا ما عادش يهضروا اش نارك تشد زوج صباط يعني هذا زوج صباط هذيك فينا صح لحينك الوضر وتكلك صباطية هكا داخل عينيك